الذبح من أعظم العبادات المالية، وذلك لأن العبد إذا ذبح هذا المال النفيس عنده دل على حسن ظنه بربه عز وجل وأن الله سيخلف عليه، ففيه من هذا المعتقد ما ليس في غيره. ولذا مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، دل على أن الحيوانات هي من أعظم الأموال عندهم. ولذا قال عز وجل: وإذا العشار عطلت، يعني تركت وأهملت، مع أنها لو كانت في غير هذا المقام لما عطلت. ولذا قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.